وبنهاية محطتنا الصباحية لليوم حنروح لنتعرف على التراث الثقافي والإنساني السوري. دائما وقت بنقول شهر رمضان بنقول المسحراتي، بنقول وجبة الفطور، بنقول السكبة، بنقول عادات كثير مهمة بالمجتمع السوري نحن متعودين عليها ورغم الضغوطات اللي عم نعيشها ورغم الضغط الاقتصادي، ولكن بعدنا محافظين ولو بشكل كثير نسبي على هي الطقوس. يعني أنا لهلا عم بسمع طبلة المسحراتي بالليل، يعني في كتير أمور رشا لسه محافظين عليها، ممكن تكون قديمة بس لساتها مستمرة. وأكيد كل ما نتذكر شهر رمضان نتذكر لمة العيلة على الفطور، نتذكر الزينة الرمضانية المليانة بالشوارع، وأكيد المسحراتي. مهما تغيرت الحياة وتبدلت أحوال الناس إلا أنه بيضل شهر رمضان نكهة خاصة بكل بلد بكل شعب. لهيك اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع يا رشا. رح نرجع نستذكر أهم الطقوس اللي كنا عم نعيشها بالماضي، وعم نحاول لليوم أنه نحن نحافظ عليها بقصص ولو كانت كتير صغيرة كرمال نشعر بهذا الشهر وببركة وعطاء شهر رمضان. أكيد ضيفنا لليوم هو الباحث بالتراث الأستاذ مخلص المحمود. سعد صباحك ورمضان كريم. صباح الخير، يرحم شهدائنا ويعافي جرحانا ولأهل مزويهم، أكيد كل الحب والاحترام، وأكيد للإخبارية السورية ولأسرة برنامج صباحنا غير، كمان تحية خاصة وكل عام وأنتم بخير. ينعاد عليك بكل الخير والصحة يا رب. خلينا بالبداية نحكي أكثر، شو هي الطقوس لنحضر لشهر رمضان؟ هلا نحن بدنا نحكي زبدة الزبدة كرمال الوقت وكرمال، إذا فينا نرجع لقديم شوي ونشوف الشيء مستمر. نحن بدنا نحكي كيف الشعب السوري بناخذ نموذج دمشق. بتقول دمشق يعني نقول حلب، حمص، اللاذقية إلى آخره، درعا، السويدة إلى آخره. يعني في دمشق وريف دمشق وفي سوريا في لرمضان استقبال خاص. طبعا الاستقبال الخاص يتم بالأسبوع الأخير لشعبان. أوله هذا الاستقبال أنه التجار والمتنفذين، يا شاطرين التجار والناس اللي بيملكوا أموال، بيوزعوا مواد غذائية بكل الأحياء، لأنه كل واحد بيحيه بمنطقته، الشاغور، ميدان، صالحية، يمرية، عمارة إلى آخره، بيوزعوا بعربات معينة تجرها الخيول أو خيول أو إلى ما هنالك، عربي موزعوا مواد غذائية كلهم باسمه. وكان في لهجات معينة، اللهجة الشامية بتعرفوا أنتو، ادعيلنا يا حجة، هاي رزقة رمضان، رمضان كريم يا حاج إلى آخره، يوزعوا مواد غذائية قبيل رمضان بحوالي أسبوع. بعد منا بتجي موضوع اللي نحن بنقول عنه تكريزة. التكريزة طبعا هون بتعطي شوية معلومات حول هذا الموضوع، كثير ناس ما بتعرف يمكن المصطلح. نعم، التكريزة هي كلمة عربية فصحى من فعل كرز. الكرز هو يعني خلينا نقول وعاء من القماش أو الصوف أو الجلد كان يحمله الراعي يأخذ حاجاته فيه ويأخذ طعامه، أو مثلا في غوطة دمشق الفلاح والمزارع يعني زوادته، الكرز. الزوادة. وبالتالي قبل أسبوع من رمضان العوائل في دمشق مما كان يكون يعني بدون مستويات اجتماعية معينة. هلأ في ميزة بدمشق موجودة مو موجودة بمحافظات تانية، إنه بعض الوجهاء في دمشق يملكون بساتين في الغوطة الشرقية والغربية، وموقع دمشق والمياه في دمشق إلى آخره، بتعطي يعني التكريزة نمط خاص يعني غير النمط الموجود بالمحافظات التانية والبلدان التانية. إذا هدول الوجهاء بيروحوا على بساتينهم بيسيرنوا وبيتنزهوا أكثر من غير أيام. صحيح. وبالتالي اللي بيملكوا عربات نقل وخيول كانوا العوائل في دمشق وأهلنا في دمشق يروحوا مثلا على الربوة، يروحوا على عين الخضرة، يروحوا على بسيمة، يروحوا على مثلا عتكية، بوابة الزبداني، نبع بردة، يروحوا على عين الفيجة إلى آخره. اللي ما عندهم وسائل نقل بيروحوا مشيا على الأقدام، بساتين الشاغور، بساتين كيوان مثلا، بساتين كفر سوسة، بيروحوا مثلا بساتين أبو جرش. أبو جرش يعني على حيطان اليوم الصالحية، على حيطان العدوي، استراد العدوي إلى آخره. طبعا هي طبعا النساء تجهز أطايب الطعام والشراب، لكن هون في ملاحظة الأكلات مالحة.
حصرا حصرا منها مثلا لانه ما في عطش في افطار برمضان في صيام اثناء السيران او التكريزه او النزهه اكلات مالحه في مي في بيشربوا نعم. مي الى اخره منها مثلا المقالي الاولاد بتلعب اكيد بتمرح وبتسرح والاباء والرجال يلعبون البرسيس مثلا او طاوله الزهر او ورق الشده ورق اللعب او مثلا المنقله او الى اخره وهذا الكلام وثائقي يعني مو مجرد كلام قريناه بالكتب نحن شفناه ولمسناه بايدنا عرفتي كيف؟ بقى هن هي هذا السيران بياكلوا وبيشربوا وكذا الى اخره كلهم في موقعه وكلهم في مكانه. دمشق هي الغوطه الشرقيه والغربيه بالحقيقه اينما اتجهنا وهي حضره الدنيا وهي عاصمه لاكبر امبراطوريه اسلاميه ورمضان هو شهر الله وشهر قرب القربات. نعم بس اليوم الايام اختلفت والظروف اختلفت والقصص اللي كنت عم تحكيها هلا عم نشوف بعض الصور على الشاشه نعم. صارت من الذكريات يعني يمكن اليوم نحن نغص وقت حضرتك عم تحكي نعم. هيك او وقت اللي بنتذكر نعم. انه نحن بفتره ماضيه كانت الناس مرتاحه كان في بساطه كان في نعم. اريحيه نعم. بالطلعه بالفوت بالمأكولات يعني كانت كل ما تشتهي الانفس نحن اليوم كنا بالماضي كانت الناس قادره نعم. ولكن اليوم تغيرت الظروف نعم. اليوم شو أهمية التكافل الاجتماعي بهذا الوضع الصعب بهذا الضغط الاقتصادي اللي كثير من الناس عم بيعيشوه بفترة بالشهر الكريم خلينا نقول هلا التكافل الاجتماعي عبر العام كله موجود وأكبر مثال على الزلزال الله يرحم اللي توفوا آمين الله يرحمون ويشفي الجرحى أكبر مثال التكافل الاجتماعي والنكران الذات والمساعدة والمساندة بالإمكانيات المتاحة لكن ذروة هذا الإحسان ونكران الذات والمساندة والمساعدة والتكافل الاجتماعي هو في رمضان رمضان هو حقيقة هو ليس رحلة إلى الجوع هو رحلة إلى الإيمان والتقوى إلى الله أكيد رحلة هو رحلة رحلة إلى المساندة رح أجيب لكم أنا أمثلة يعني تخص هذا الموضوع وعن دمشق ودمشق تعرفوا أنتوا يعني عاصمة العواصم كذا مثلا يعني نحن عندنا المحدث الأكبر في دمشق رحمه الله العالم بدر الدين الحسني الذي توفي 1935 له كلمة عندي عن رمضان قال والله لو علم الناس قيمة رمضان عند الله وأجر الخير فيه لسهروا الليالي بحثا عن صاحب حاجة ليقضوها له إذا رمضان هو قيم وأخلاق وهي مساندة ومساعدة غير موضوع الزكاة والزكاة الفطر وموضوع هي وبعدين هي السكبة انتو يعني نحن من أولى بصيغتها العامية بصيغتها المعروفة السكبة هي موجودة بكل سوريا لساتها موجودة طبعا هلأ ممكن انه عادة من العادات اللي احنا ما طلعنا منها يعني هي عادة ممكن تسألوني انه في عادات نحن في عادات لسه موجودة طبعا هي السكبة يعني في مناطق بسوريا مثلا بجنوب سوريا قبل رمضان هن بيعملوها وبرمضان بيسموها وقت الكريم وقت الكريم الاسم. نعم في بمناطق تانية بيسموها الطعمة يعني إذا هذا الموضوع عام وليس في دمشق أو في غير دمشق يعني الموضوع وعلى فكرة موضوع التكريزات ليست فقط على بدمشق في حلب وفي دير الزور منطقة الشرقية منطقة الشمالية حتى الاسم حتى الاسم ذكرتوني حتى الاسم بحلب بيسموها شعبونية ما بيسموها تكريزة بتعرفوا انتوا المسلمية وبساتين المسلمية ونهر اويق وكذا ومدري ايش وشواطئ نهر اويق وشواطئنا الجميلة بالساحل السوري وضفاف الفرات وكذا كل الناس تتجه قبيل رمضان الى هلا هو شعار التكافل الاجتماعي رمضان يعني معروف عنا نحن بتراثنا الإسلامي وبفقهنا وبشريعتنا وهو شهر الله والشهر المعظم من يمنح يمنح صحيح ومن يعطي يعطى ومن يكون مع الضعيف الفقير يكون القوي الغني معه فالتلاحم بالتراحم كثير مهم هذه أكيد. قيم رمضان صحيح. استاذ خلينا نرجع شوي للطقوس الرمضانيه نحكي اكثر عن المسحرات بين الماضي والحاضر نعم هلا هو المسحر خليني اقول لكم يا بين قوسين مين هذا المسحر المسحر والمؤقت
المؤقت لوقت السحر. نعم. المؤقت. هلا طبعا هذا الكلام ما بينصرف تبع المؤقت وما مؤقت، صار في وسائل حديثه وصار يعني في أنا كذا، هو المؤقت والمسحر البعض بيصوروا احيانا باشكاليه معينه، لا المسحر هو من العوائل المستوره، ابن صحيح. الحاره وليس ابن زوات، هو انسان عادي وبسيط ومن العوام، وابن زوات ليس ابن زوات، بيطلع بيعرف الحاره بالبيت، بيدق على الباب، يا نايم وحد الدايم كذا، يا فلان في يا فلان كذا، بيرد عليه فلان ايوه ايوه، بيقول له وحد الله طلع الضوء كذا. اذا المسحر ابن الحاره، وما اكثر الحارات في مدننا السوريه، كل حاره لها مسحر، وهذا المسحر يكرم عند السحور ويكرم، ما بيحط المجدره فوق، هذا حكي فاضي، هذا دراما للاستهلاك المحلي، يكرم عند السحور ويكرم عند الافطار ويكرم عند العيد، وهو ابن خلينا نقولها هيك، هذا ابن طبقة كادحة من ذوي الدخل المحدود ومن العوائل المستورة المسحر، وقد يجوز ابوه مسحر وجده مسحر. نعم. اذا اما يحمل طبلة او طبل، لكن بكل مناطقنا بسوريا وحاراتنا الدمشقية القديمة او بغير دمشق القديمة في مسحر يخص الحارة بيعرفهم بالاسم، في يا ابو فلان، يا ابو فلان طلع الضوء، يا ابو فلان واحد الله، كنا نشوف هذا الدراما. نعم. حتى لو كان في شوية تغيير، ذكرنا المسحراتي، وقت نقول مسحراتي ما فينا ما نربطه بالحكواتي. نعم. يمكن هاي القصة كتير صارت قليلة، واليوم نعم. ان وجدت كرمال احياء تراث، كرمال نعم. انه اليوم بعد الافطار الناس تطلع نعم. وتشوف نعم. الحكوات، يعني هو صار للصور لاسترجاع الذكريات نعم. القديمة. قدي كان الحكواتي بفترة من الفترات هو الاساس بشهر رمضان؟ لا بغياب السينما نعم. وبغياب المسرح آنذاك وبغياب وسائل الاتصال اللي عم نشوفها التلفزيون وما شابه، معظم حارات دمشق بشكل خاص بيلتقى في قهوة وبيلتقى في حكواتي، هو الحكواتي من اسمه مبين اللي بيحكي حكاية بيسلي الناس، وبنفس الوقت يدعو إلى الفضائل ويدعو إلى الأمانة ويدعو صحيح. إلى الشجاعة ويحمس الناس ويختار قصصه من 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 هذا التراث الغني العربي والإسلامي، من أجل حتى من أجل التكافل الاجتماعي، يعني وصل رسائل يعني طبعاً للناس. طبعاً رسائل طبعاً في غايات. هلأ نحن تقريباً بأواخر الاحتلال العثماني وقف موضوع الحكواتي، بقي موضوعه هو لخدمة التراث فقط. نحن مهمتنا أحياء هذا التراث، وبالتالي تسليط الأضواء على موضوع الحكواتي في بعض الأماكن لها المحافظة، والحكواتي يعني هو الحكواتي ليس فقط من يحكي قصص ليسلي الناس، هو رجال من الوجهاء وبيمون بالحارة، بيحل المشاكل، بيحل الأمور الخلافات العائلية خاصة أمور الإرث والكذا، في عندي معلومات من أجلها من موضوع تاني. أما الحكواتي طبعا هلا الزير سالم، وطبعا هلا الظاهر ببرس من ابطالنا نحن، الظاهر ببرس البندقداري بطل معركه عين جالوت كذا، عنترة العبسي الشجاعه الحماسه الى اخره. اذا الحكواتي هو رجل الاعلام الخاص والرسمي انذاك بتوصيل رسائل معينه. نعم أكيد بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم الباحث بالتراث مخلص محمود، يسعد صباحك ونورتنا. شكرا لحضورك اليوم. نعم. ودائما نحن هيك برغم عجقة الحياة خلينا نقول، ورغم ضغط الظروف، بنحاول انه نعيش كل مناسبة بطقوسها البسيطة وضمن الامكانيات المتاحة. رمضان كريم عليك وعلى اهلك، وشكرا لحضورك اليوم. الله يتقبل اعمالكم الصالحة، شكرا للإخبار اللي صار يعني افسحتنا جمجان، نلتقي عبر الشاشه مع اهلنا وناسنا.